السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله بس الله يكبر بك الله يحفظك. الاسم ديالي حسن طاهري من مدينه بلحماد، وكنت واجد دابا الان في الموسم ديال برشيد، الموسم اللي كاين كل عام كيديروا مدينه برشيد، وتبارك الله راه من احسن المواسم اللي كاينين. وهانتوما الخير تبارك الله، تبارك الله. هذه راه واحد الفرحه واعره والله حتى واعره. هذه كيسمي واحدنا حنايا كيسميوها الماصه، واحد شويه واحد شويه مقرقعه واحد شويه تبارك الله. راه شحال نقول لك، لا اله الا الله. وكيشن كيشرفني الموسم ديال احمد ديال الموسم ديال برشيد، راه شرف لي انا راني جاي من مدينه بلحمد، والناس راه جايه من دار بيضاء وجايه من بلادات بعيده باش كتفرج في هذا الموسم هذا. وراه الصربات من احسن الصربات اللي كاينين في برشيد، راه كاينين الصربات، وكاين واحد الصربات ديال ولاد زهره ديال عثمان ظهر، راه ولد اختي راه كيقرقعها تبارك الله. اي راه ولد خدام قدم عدو ما يقول تبارك الله، والله يسهل على الصربات كاملين. وكيجاوك السهرات؟ السهرات الليليه كاينين مزيانين، اي مزيان. شنا وجاو الناس تبارك الله، جاو من كل بلاد تفرجوا فيها. وكان الدودي كان نهار الخميس هو راه حيح، راه حيح تبارك الله، وكانوا شي حد لقطات زوينين. وهاد الناس هاد المنظمين اللي كاينين كنشكرهم، كنشكر المنظمين، وراه دايرين احسن مزيان. راه ما كاينه لا شفره ما كاينه حتى حاجه، راه الحمد لله راه من احسن الموسم اللي كاين في برشيد هاد العام. راه كنديروا التكريم ديالنا لرئيس الجماعه بالنسبه لسميتو عبد العزيز، عبد العزيز لا ديال الجماعه ديال برشيد. نشكرهم جميعا، نشكرهم نشكرهم على داكشي اللي كاين. نشكر تبارك الله عليها. وقصه واحد المغيزه تكون ناضيه، ولكن تبارك الله عليهم، تبارك الله عليهم، تبارك الله عليهم بزاف. شكرا، الله يحفظك.